حقوقي وجامعي، هذا موقفنا من عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين. بعد مقتل الطفل عدنان واغتصابه في طنجة، وضعت الوطن الآن على طاولة حقوقيين وفقهاء وعلماء اجتماع وأطباء قضية الإخصاء الكيميائي كعقوبة رادعة لمغتصبي الأطفال. محمد خضراوي، نائب رئيس مجموعة استقلال السلطة القضائية بالاتحاد الدولي للقضاة، ألح على ضرورة ابتكار أساليب أكثر ردعاً لهؤلاء المجرمين، وأيد الرأي القائل بالتفكير في عقوبات أكثر ردعاً من تلك المعمول بها حالياً، قائلة: أرى شخصياً أن تبني عقوبة الإخصاء يمكن أن تكون أحد المداخل لتحقيق الردع المطلوب ومنع حالات العودة إليه. وأوضح الخضراوي أن هذه العقوبة لا تعني استئصال الخصيتين، وإنما حقن الجهاز التناسلي بمواد كيميائية تؤدي إلى ضعف الأداء الجنسي بشكل كبير، ويمكن لعملية الإخصاء الكيميائي أن تكون لمدة معينة حسب خطورة الفعل المرتكب ومدى اقتران الاغتصاب بجرائم أخرى. مسؤولية حماية الأطفال من الاغتصاب، حسب سعيد بنيس أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تظل مشتركة بين عدة متدخلين. ولتعميق دور الأسرة في مكافحة ظاهرة اغتصاب الأطفال، يتعين على الأسرة تنبيه الأطفال إلى عدم الوثوق بالغرباء ومرافقتهم والتفاعل مع إغراءاتهم ودعواتهم، مع أن الخطر يظل دائما قائما، لا سيما عندما يكون المغتصب ينتمي إلى المحيط العائلي أو السكني للطفل، كما وقع في حالة الطفل عدنان. واقترح بنيس عقد مناظرة وطنية تجمع مختلف المتدخلين من أجل تشخيص جريمة الاغتصاب ووضع خطة إجرائية لمواجهة هذه الظاهرة، لخلق مصالحة مجتمعية ترتكز على تنشئة مواطنة لحماية الأطفال من خطر الاغتصاب والجريمة الجنسية.